تعرف على الحقائق عن جزيرتي تيران وصنافير. تبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما مسافة نحو 4 كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة ومينائي العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل. وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة على امتداد يتسم بأهمية استراتيجية، يطلق عليه مضيق تيران، وهو طريق إسرائيل للدخول للبحر الأحمر. وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بعد 6 كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ سنة 1950، وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة العدوان الثلاثي سنة 1956، واستولت إسرائيل عليهما في ذلك الوقت. كما سيطرت إسرائيل على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967، لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين اتفاقية سلام سنة 1979. وتنص بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أنه لا يمكن لمصر وضع قوات عسكرية على الجزيرتين، وأنه تلتزم بضمان حرية الملاحة في الممر البحري الضيق الذي يفصل بين جزيرة تيران والساحل المصري في سيناء. الجزيرتين غير مأهولتين بالسكان باستثناء وجود قوات تابعة للجيش المصري وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات منذ سنة 1982. وأعلنت السلطات المصرية الجزيرتين محمية طبيعية بعد أن أعادتها إسرائيل إلى مصر، وباتت الجزيرتان مقصدا للسياح الذين يمارسون رياضة الغوص في البحر الأحمر. وجاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل 2016 بتبعية الجزيرتين للسعودية، ليفجر حالة من الغضب الشعبي وأزمة داخلية بين مؤيد للقرار ومعارض له. وواجه السيسي انتقادات حادة لما اعتبره معارضون بيعا للأراضي المصرية، لا سيما بعد أن جاء القرار أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في ذلك الوقت. وأعلن الملك سلمان أثناء الزيارة عن مساعدات لمصر واستثمارات فيها، وأكد السيسي أكثر من مرة عن اقتناعه بأن الجزيرتين سعوديتان، واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ترد الحق لأصحابه. وفي يناير من العام الجاري أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا بات واجب النفاذ ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نصت على أن الجزيرتان سعوديتان، وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين هما ضمن الإقليم المصري وخاضعتان للسيادة المصرية الكاملة. وفي فيفري الماضي قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية، ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد أي من المحكمتين لها الولاية القضائية للفصل في هذا الخلاف. في ديسمبر 2016 أحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء. وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أو البرلمان المصري النظر في طريقة إيقاف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك يوم الأحد 11 جوان الجاري، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره مخالفا للدستور. وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري في كلمة أمام اللجنة إن الاتفاقية وقعت بعد 11 جولة من التفاوض. وأشار الوزير إلى أن لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارة الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية مثلت مصر في التفاوض، واستندت المفاوضات لقرار الرئيس الأسبق حسني مبارك سنة 1990. وتشهد مصر جدلا قانونيا وسياسيا وإعلاميا واسعا، ويرى برلمانيون أن الحكم القضائي ملزم للحكومة فقط، وأن قبول الاتفاقيات الدولية أو رفضها من اختصاص مجلس النواب باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وبالتالي فهو صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية. وأكد التقرير للحكومة المصرية أن السعودية وافقت على أن تحتفظ مصر بحق إدارة وحماية جزيرتي تيران وصنافير حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى السعودية. وبحسب التقرير فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين. أما المعارضون فيرون أن البرلمان غير مؤهل لإصدار قرار بدستورية الاتفاق من عدمه،
ووقع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة ومئات المصريين بينهم سياسيون وإعلاميون بيانا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب، وقالوا إن التفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان، وحذر الموقعون على البيان مما وصفوه بالإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية لما يمثله ذلك من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات.